from the announcement in China that they have an epidemic of the virus coronavirus. منذ إعلان الصين عن انتشار فيروس كورونا، قامت كل من شركة الخطوط الجوية القطرية وحكومة قطر بإرسال مواد طبية ومعدات جديدة لإخواننا وأخواتنا في الجمهورية الصينية دون مقابل مادي. لقد قمنا في السابق بإرسال والتبرع بمعدات طبية عبر السفارة الصينية وأفراد شبكة وأصدقاء الخطوط الجوية القطرية من خلال خدمة الشحن الجوي المعفية من الرسوم، وهذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها بإرسال 5 طائرات دفعة واحدة، طائرتان من نوع 747 و3 طائرات من نوع 777 إلى مدن كل من بيجين وشنغهاي وجوانزو، وجميعها تحتوي على معدات طبية منها 2.5 مليون كمامة تبرعت بها الخطوط القطرية إلى جانب 500,000 عبة معقمة. إضافة إلى ذلك، هناك شحنة إضافية ثانية سيتم إرسالها خلال الأيام المقبلة، وذلك من قبل الخطوط الجوية القطرية، وتتضمن هذه الشحنة هي الأخرى 500,000 عبوة معقمة و2.5 مليون كمامة. إن قطر مثلها مثل جميع الدول العالم قامت بمجموعة من الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، ونحن من جهتنا هنا لا يمكن أن نقوم بأي شيء عدا اعتماد وتنفيذ توجيهات منظمة الصحة العالمية. This is a highlight moment of China-Qatar relations. We are glad to see at the crucial moment of our fight against the coronavirus. إننا نعيش لحظة متميزة في تاريخ العلاقات القطرية الصينية في هذه اللحظة الحرجة التي تعرف فيها الصين انتشارا واسعا لفيروس كورونا. إن الخطوط القطرية بهذا العمل فتحت خطاً جوياً للعطاء وتقديم مساعدات مهمة للصين، وهذا الأمر يترجم حالة من التقدير والأمل اللذين جاء في وقتهما الضروري. وكما يقال، إن الصديق الحقيقي يعرف في وقت الشدة، فما قامت به الحكومة القطرية والشعب القطري معاً هو إشارة لقوة العلاقات بين البلدين، كما أن هذا الموقف يترجم أيضا وحدة وتضامن جميع دول العالم مع الدول الأخرى التي تواجه خطر فيروس كورونا. ولهذا باسم الحكومة الصينية والشعب الصيني أريد أن أعبر لكم جميعا عن عميق تشكرات للحكومة القطرية والشعب القطري. ومن جهتنا ولمواجهة تداعيات فيروس كورونا، فإننا قمنا باتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة الأخطار الممكنة، وذلك تحت قيادة الرئيس الصيني، وهو ما تم التعبير عنه من خلال العمل المشترك لمواجهة انتشار الفيروس. فعبر الدعم المجموعة الدولية تمكنا من العمل وحماية نظامنا الصحي في الصين. فلتحيا الصين ولتحيا أوهان. إن الخطوط القطرية حليف كبير للصين، وفي هذه اللحظات الحرجة أخذت قرارا دافئا واستراتيجيا لنقل والتبرع بهذه المواد الطبية بدون مقابل. ولهذا أقول لكم إن هذا العمل هو إشارة حب وصداقة وتضامن وأمل، وأعتقد أن الخطوط القطرية فازت بقلوب الملايين من المواطنين الصينيين، ونحن جميعا نقدر ذلك.